رجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم بقية فقراتنا. ويمكن يا جماعة دايما بنقول ان مش كل اللي بنشوفه على السوشيال ميديا ده حقيقي، مش كل الصور بنصدقها، لان ببساطة مفيش حد عايش حياته يعني 10 على 10 طول الوقت واحسن حاجة في الدنيا. يمكن عندنا مشاكل كلنا، عندنا ازمات، ولكن اوقات كتير من كتر ما بنصدر الحلو بس على السوشيال ميديا الناس بدأت ان هي تفقد ثقة في نفسها تمام. تحس كده ان معقول في حد عايش حياته حلوة قوي كده، سفر، خروج، فسح، حب وغرام وهيام وبروبوزنج وحاجات كده. يعني هو أنا ليه أنا كمان مش كده؟ بس اللي مش يعني زيهم ومش عايش حياته كده زيهم، وليه دايما بيبقى فيه مقارنة؟ أنا ليه مش عايش زي الناس دي؟ أنا ليه مش زيهم؟ أنا ليه دايما بيبقى فيه كده؟ لكن خلف الكواليس بتبقى فلاوي. يعني احنا بنضحك الصورة تطلع حلوة. أيوة احنا بنبقى فاهمين كده، بس ولادنا والاصغر سنا ما بيبقوش عارفين موضوع الاستحقاق النفسي ده، هم مش عارفين عمقه ايه. بس هو موضوع كبير وليه ابعاد كتير. ممكن الموضوع ده يكون مش بيحصل مع الشخص في يوم وليله، بس تربيه من هم صغيرين لحد ما يكبروا بتأثر. هل الأم كانت مهتمة بتربية الابن ولا لا؟ التربية مش أكل وشرب وغير له ونيمه، التربية خلقت له جو صحي سوي، بنيت شخصيته ولا لا، علمته الصح والغلط ولا لا، ربيت نفسي قدامه فشاف يعني ايه يحترم نفسه فالناس تحترمه ويحس بنفسه فيبقى ماشي في المجتمع، عارف كويس قوي هو عايز ايه. ده طبعا كل دي حاجات هنتكلم فيها النهارده مع ضيفتنا دكتوره منى داوود، اخصائيه علم اجتماع وارشاد اسري. صباح الفل، منورانا يا دكتور. صباح الفل عليك يا دكتور ومنورانا. صباح الثقه. صباح الثقه. ايوه دكتور، دايما بنشوف في السوشيال ميديا دي يعني عارفه وفي عليها مؤثرين كتير جدا بقت حياتهم اليوميه قدام الناس طول الوقت، بتصحى من النوم تاخد الكافي وهي واقفه في البلكونه، بتقوم على طول حاطه ميك اب. انا مش حاطه ميك اب، انت عارفه انا كده اصلا. انت اصلا ايوه كده خلاص احنا عرفنا. بيبتدي بقى يومهم، خروجاتهم، فسحات، الفسح، السفر، اللحظات الحلوه اللي بيوثقوها دايما بتتنقل للناس اللي بيتابعوهم ان دي حياتهم. ولكن اكيد الحياه مش على طول وردي ولا ايه؟ فنقول ايه بقى للناس اللي زينا كده بيتفرجوا؟ عايز اقول لك احنا كتير دايما بنسال نفسنا انا ازاي اكون شخص واثق من نفسي، محبوب، مرغوب، متقبل من الاخر، متقبل كمان عيوبي، ازاي ان انا اقدر اكون علاقات طيبه مع الاخرين. بتبقى اجابه كل الاسئله دي، الاجابه هي ان انا احب نفسي، اتقبل نفسي، اثق بنفسي. طبعا في فرق كبير جدا بين الثقه بالنفس والانانيه. الانانيه هي ان الشخص بيركز شويه على اهوائه، على مصلحته الشخصيه، على رغباته، على احتياجاته دون النظر لمصالح الاخرين. يعني فيما معناها يعني انا وما بعدي الطوفان. أيوة الانا بتاعته عاليه قوي، بتحب طول الوقت يحب جدا يعني يستعرض مغامراته وانجازاته، في المقابل ان هو بيقلل من قيمه الشخص اللي قدامه. لان ممكن الجميل ان انا ممكن استعرض انجازاتي بس بدون ان انا اقلل من الشخص اللي قدامي. بيكره جدا العمل الجماعي، مكروه جدا، ودايما بتلاقيه لما بيكون مثلا زي مدير في الشغل تلاقيه دايما ينسب الانجازات لنفسه هو. فهو شويه شخص مكروه، ما بيحبش ان هو يكون بيحب دايما يشتغل لوحده. والثقه بالنفس الشخص الاناني بيعملوه واحنا بنربي يطلع شخص عامل كده، مش شايف غير الشخص الاناني ده انا كمان عايز اقول لك ان صفه كمان الانانيه مصحوبه دايما بصفه الغرور. ايه الاسباب اللي خلت الشخص ده لما يكبر يبقى كده؟ الشخص ده مثلا نتيجه الاهمال الشديد. اهمال ولا اهتمام؟ انا حسيت الاهمال زايد. الاهمال الشديد، الاهتمام الشديد، كمان المساواه. بمعنى لما تكون الام طول الوقت بتهمل الطفل، طول الوقت بتنتقده، طول الوقت بتلومه، عارفه في حاجه اسمها كده التقات اللي هي التهميش، التعنيف، ان انا الترهيب، التعنيف احيانا بيكون ممكن لفظي، احيانا بيكون جسدي، الحاجات دي كلها بتخلي الطفل شويه مهزوز نفسيا، بيتأتأ بالكلام. طبعا مهزوز يطلع بيقلل من اللي قدامه ولا يطلع خايف؟ بيقلل. لو يعني الاهتمام الزياده
اللي هو التدليل الزائد والإهمال الزائد بالظبط. كل ده انا عايزه اقول لك كمان يعني بغض النظر كمان ان هو كل اللي عايزه يديله، عارفه مثلا في موقف كده بسيط جدا ممكن يمر مرور الكرام على على اي حد، اللي هي بتلاقي مثلا واحنا قاعدين في نادي الطفل الصغير بيلعب بالكوره، فمامته فالكوره جريت بعيد، فمامته بسرعه بتقوم تلحقه علشان انها تجيب الكوره. طبعا الموقف هنا يبان ان هو ولادها ما بيعملوش حاجه، لازم اقوم اجيب لابني ما اعرفش ايه، اجيب لابني ايه، اجيب لابني ايه، مريحاهم. طب وهم بيعملوا هو ايه؟ هو الموقف يبان ان هو بسيط جدا، لكن حضرتك عارفه تبعيات الموقف ده. الشخص ده اعتمادي، ان هو هيطلع اعتمادي، هيطلع كل حاجه كل اوامره مجابه، بعد كده لما هيكبر مش عارف ياخد اي قرارات، مش هيبقى مسؤول كمان عن قراراته ولا مسؤول عن اختياراته، هتلاقيه دايما طول الوقت بيلقي المسؤوليه على الاخرين ويعمل عليهم عمليه اسقاط. عارفه دايما مش بنسمع دايما لفظ ابن امه؟ طبعا احنا كلنا اولاد امهاتنا طبعا، لكن انا اقصد طبعا بس انا هو المتعلق بامه جدا او اللي امه اللي هو كان الحبل السري لسه يعني ما تفكش ما بينهم، اللي هو مش قادر ياخد اي قرار الا لما ماما هي اللي ترضى عن القرار، مش قادر حتى يصاحب اي صديق لما ماما هي اللي تدي قرار، لما بيجي يتجوز الام دي بتتدخل في شؤونه، كل ده بيبان من الطفوله. لازم برضو الام تتدخل في الجواز زي في الجواز انا عايزه اقول لك في قرارات مصيريه وفي قرارات اللي هي ممكن اليوميه العاديه. احنا دورنا كاسره ايه؟ توجيه الارشاد الاشراف بقى بعد كده، لكن بالظبط، لكن المفروض ان الطبيعي والشخص المتوازن ان انا بدي نصيحه كأم وبحمله هو مسؤوليه اخطائه وتبعيات القرار اللي هو خده، لان احيانا بيبقى في قرارات مصيريه الولاد بتعنت شويه انها تصر عليها. حاجه كمان برضو ممكن تاثر جدا في التربيه اللي هي المساواه. بمعنى يعني ايه المساواه؟ المساواه بمعنى ايه؟ ان انا مثلا عندي ولدين، ولد منهم مطيع جدا حاضر ونعم وطيب وبيعمل كل ما يرضيني و يفهمني من نظرة العين قبل ما أقول الحاجة ينفذها. طفل تاني شقي متمرد، مش موافق على أي حاجة، مش موافق، مش راضي إن هو يسمع الكلام، كل حاجة لأ ولأ. على فكرة في لأ صحية أنا لسه هتكلم عنها، لكن متمرد طول الوقت، مشاغب طول الوقت. الأم لما بتعامل الاتنين نفس المعاملة بدون الشخص اللي هو المشاغب ده ما يتعاقب، الشخص التاني اللي هو طول الوقت عايز يرضي مامته ما بيقدرش يقول لأي قرار لا بالظبط، فمن هنا برضو بينشأ نشأة مش سوي برضو نفسيا. عندي بلاش اشرب لازم اروح البيت ايه بتجربه احد المامز مش انا ايوه بالظبط البنت جميله وبتسمع الكلام وكيوت صح والله كيوت والله والولد متمرد ويسمعش كلام، بس دايما غصب عن الام اللي بيسمع الكلام ده بيبقى مريح، فطبيعي لما يطلب حاجه تجيله بيبقى مميز. التاني بيغير وبيضايق وبيعمل بقى تصرفات مش حلوه. بس احيانا بيكون شويه الشخص اللي بيسمع الكلام على طول لانه اصغر بيسمع الكلام يعني ده اصغر مطيع بطريقه اللي هو كان بعد كده الام هتكون مسيطره عليه. انا عايزه اقول لك ان دايما الشخص ضعيف الثقه بالنفس بيجذب دايما ليه الشخصيات المسيطره اللي نرجسيه الاستغلاليه. احنا دايما اي حاجه احنا بنجذب بالظبط يعني، ودايما اللي احنا بنركز عليه هو ده اللي بيزداد في حياتنا. اما بقى لما هنتكلم على الثقه بالنفس ان انا يكون عندي اليقين بقدراتي ومهاراتي، ابقى عندي البوصله ان انا ده بيبني ازاي بقى عند الطفل ده؟ من موضوع السوشيال ميديا من الطفوله. عايزه تعرفي تعملي ايه؟ عايزه اقول لك ان انا ببني الثقه بالنفس الاسره يعني اسرنا هي عالمنا الخاصه، سكان انفسنا ومشاعرنا هي نبض البيوت. فالاسره دي يعني هي البنيه الاساسيه هي دي اللي ممكن عارفه يعني. سمعت مره قصه مدير المفروض ان هو مكانه كبير جدا، مكانته كبيره جدا، بس طول الوقت متعصب، طول الوقت في حاله انهيار، واحيانا الانهيار ده كمان بيوصل للمنظومه اللي هو بيديرها. ايه السبب؟ ان هو دايما طول الوقت عنده الطفل الداخلي مجروح نتيجه ان مامته وباباه ما كانوش بيقدروا، كانوا بيتلفظوا بالفاظ انت خايب، انت فاشل، انت غبي، بتظل الالفاظ دي
وكأن في رسالة خفية، أنت ما حدش بيحبك، أنت غير مرغوب فيك. فبيفضل طول عمره مهما يعتلي من مناصب هو جواه الحتة دي، بيبقى محتاج حد يطبطب عليه. طبعا أحيانا الموظفين بيعمل بالظبط، رغم ان هو ممكن يكون ماسك منصب كبير، لكن دايما حاسس بنقطه صغيره كده ان هو في حاجه وجعاه. طب وده الطفل الداخلي بقى يعني. الناس اللي كبرت بقى خلاص وعندها الطفل الداخلي الداخلي مجروح ده الحياه ده بياخد اولا ده لازم يكون محتاج احيانا عارفه كده لما بيكون عندك تلفزيون محتاجه انك تصلحيه، اما انت بتعرفي تصلحيه اما انك بتروحي مركز صيانه يصلحه. بالظبط كده، احنا احيانا بنحتاج دعم نفسي، ومش عيب ان احنا خصوصا ان الوعي ده بقى موجود بالظبط. احنا دلوقتي حاليا وهو ده بقى فايده السوشيال ميديا، يمكن بقى في ديسوردر شكله كده عند الطفل محتاجين نتعامل معاه بالظبط. فاحنا اللي بنربي اولادنا من هم صغيرين على ان هو يكون شخص واثق في نفسه. طبعا الشخص الواثق في نفسه انا بشوفه من اول ما بيدخل عليا الانطباع الاول، اللي هو شخص مهندم، ريحته رائحه ذكيه، ملابسه نظيفه، مشدود القوام، بتلاقيه ليه طلع. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ حلو، قولي انا حلوه، قولي انا جميله، بتحس ان هو من جواه حتى فخور بنفسه. إيه عنده مفردات لغويه صحيحه. في ساعات بنسال الاطفال ايه ده انت عرفت دي ازاي؟ تقول لك عشان انا ذكيه. ايوه عشان انا شاطره. ده الاستحقاق بقى. انا ذكيه فانا عرفت ان انت لما خارجه فانت مش راجعه الا متاخره. كل شيء عايزاه ان هو يكون انا استحقه، عارفه اللي هو ادفع مهره. أيوة. اللي هو يعني الراجل كده لما بيكون عايز الست فهيدفع مهره. ان انا لما اكون عايزه اشتري حلقه كبيره عشان المهر اللي ما بقاش يدفع. لما اكون عايزه مثلا اشتري عربيه فانا هدفع فلوس علشان احصل. لما اكون برضو عايزه ان انا اكون شخص واثق في نفسي، استحق الثقه بالنفس، فانا يعني واستحق ان الناس يشيدوا بيا ويحترموني. يبقى لازم ان انا ابقى الشعور الاستحقاق ده شعور اصلا داخلي جاي من جوه. وان انا لازم اكون حاسه ان انا يليق بيا العلاقات السويه، يليق بيا ان انا اكون في مكانه عاليه، ان انا استحق دايما حتى اردد كلمات ايجابيه. الحديث الداخلي للنفس ده انت عارفه ان الحديث الداخلي للنفس ده مهم جدا، اللي هو ايه الافكار اللي بتجيني جوه نفسي. عارفه الفيديوهات بتاعت تيك توك دلوقتي؟ انا مش عارفه دي في واحده مؤثره. انا الاغاني لها تاثير كبير، ان انا ممكن اسمع الاغنيه اخش في حاله من الحزن، وممكن اسمع اغنيه ثانيه ادخل في حاله من الفرح. لازم ندخل نفسنا دايما في حاله مزاجيه حلوه عشان ده ياثر علينا بالايجاب وعلى اولادنا كمان. دكتور منى للاسف وقت فقرتنا خلص بسرعه جدا معاكي، عاوزين فقرات كتيره نسمع منك نصايح اكتر، يمكن استفدنا انا وانت كمان بالاخص. انا بتمنى لكم بس حياه سليمه متوازنه. دكتور منى داوود اخصائي علم اجتماع وارشاد اسري بشكرك شكرا جزيلا.